اهلا وسهلا بيكو وحلقة جديدة من هوك. حلقة النهاردة هتكون مختلفة شوية عن الحلقات اللي فاتت. طبعا الحلقات اللي فاتت كنا بنوريكو فيها ازاي نعمل فوتو مانيبيوليشن، لكن المرة دي انا هتكلم معاكو في حتة الكرياتيفيتي في الفوتو مانيبيوليشن وازاي تطور نفسك في الفوتو مانيبيوليشن. طيب قبل ما ابدا اخش معاكم في الحته ديت، تعالوا الاول اعرفكم بنفسي. اسمي محمد عادل، مواليد القاهره وشغال في مجال الجرافيك بقالي 7 سنين. من صغري وانا بحب الفن جدا وبمارس الفن على طول باستمرار. اما كبرت شويه تخصصت في كليه فنيه. الكليه الفنيه كانت بتدرس العديد من المجالات، منهم الرسم والتصوير والتصميم والخزف والنحت والمعادن والاشغال اليدويه واشغال النجاره. في حاجات كتير قوي اتعلمتها في الكلية الحقيقة مفيدة جدا بصراحة، اللي خلتني بعد كده اتطور في الاعمال الفنية عامة بشكل مستمر. طيب اللي بعد كده اللي حصل معايا ان انا خلصت الكلية ودخلت مجال الماجستير، كملت في الماجستير بعد الكلية. وبعد ما خلصت الماجستير، طبعا الماجستير بتاعي كان برضو في نفس التخصص وفي نفس المجال اللي هو كان التصميم او شعار التصميم، طبعا كنت متخصص شوية في حتة معينة. بعد ما خلصت المجال دوت انا حاليا في الدكتوراه وبكمل الدكتوراه حاليا، واتمنى ان انا اخلصها قريب ان شاء الله. طيب تعالوا نتكلم شوية عن الفوتو مانيبيوليشن وازاي بدأت. اول ما بدأت في الفوتو مانيبيوليشن كان تعيين في وزارة قطاع الفنون التشكيلية، كان مكان كنت بشتغل فيه كمصمم جرافيك وكمصور. اما اشتغلت في المجال ده طبعا كنت لسه على قد، يعني اللي هو لسه الشغل بتاعي كان ضعيف او كان مستواي لسه ما كانش قوي، كنت يدوبك ملم بالتولز او الخامات اللي هستخدمها في التصوير او في التصميم. طبعا مع الوقت حاولت ان انا اطور من نفسي وبذلت مجهود كبير جدا عشان اوصل للمستوى الحالي. طبعا عشان اوصل للمرحلة ديت انا مشيت في خطوات معينة، اللي هو الاول انا كنت بحاول اتعلم التول بتاعت البرنامج، بدأت اتفرج شوية على ناس يكونوا بيشتغلوا في المجال كويس، بدأت اتفرج على ناس متخصصين في الفوتو مانيبيوليشن وناس متخصصين في الكالر كوركشن في كل مجال. طبعا يبقى انت اول حاجة علشان تحقق اللي انت عايزه لازم تعرف الاول التولز اللي هتستخدمها في الفوتوشوب، وبعد كده ابدأ اطلع كتير. لازم تبدأ تتفرج كتير قوي على حاجات تفيدك. بمعنى ايه؟ انت لازم تبدأ تخش على اليوتيوب، تبدأ تتفرج على حد يكون شاطر جدا، مش شرط اليوتيوب بس، ممكن تتفرج في اي مجال تاني او في اي حتة تانية او في اي قناة تانية على يوتيوبرز او حد يكون بيشتغل في الفوتو مانيبيوليشن، علشان بالتالي تبدأ تبقى مستوعب انت هتعمل ايه او انت هتمشي ازاي. طبعا مفيش حد بيتعلم بالسهل ومفيش حد بيشتغل كده وبيحقق اللي هو عايزه. طيب كل مرحلة من المراحل اللي انت ممكن تشتغلها هتفيدك وهتطورك. طيب يبقى بعد كده، بعد ما خلصت القطاع الفنون التشكيلية، بعد ما خلصت الشغل دوت جالي شغل خاص، والشغل الخاص عجبهم الشغل بتاعي علشان كنت بدأت اتطور في المجال شوية، فطلبوا مني ان هما يشوفوا عينات، وبالتالي الشغل accepted واتعينت في الشغل الجديد. طبعا كان اول مرة ابدأ اتخصص في مجال معين. طبعا حتة ان انت تتخصص في الحاجة وتبقى عارف انت عايز ايه كويس، دي اكتر حاجة ممكن تطورك على المدى البعيد. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي لو انت شخص لسه مش عارف انت عايز ايه، او انت شخص لسه في اول حياتك مش متصور او مش متخيل طريقك هيبقى عامل ازاي، لازم طبعا في الاول تبدأ تعرف كل نقطة انت عايزها، تبدأ تعرف الترتيب اللي انت هتمشي بيه في حياتك. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي لو عندك مشكلة في اختيارك الشغل بتاعك او الوظيفة بتاعتك، طيب لازم الاول تبدأ تدور على الجزء اللي انت حبه. بمعنى ايه؟ انت لو انت حابب حاجة معينة او انت حابب شغل معين استمر فيه، ده الشغل اللي هيحقق لك ذاتك. بمعنى لو انت مش بتحب الفن دور على حاجة تانية خالص تكون بعيدة عن الفن. لو انت بتحب الفن طبعا كمل في الفن وابدأ ابتكر وابدأ اطلع بحاجات جديدة، وابدأ دايما خليك كرياتيف وشوف وتفرج وتطلع كتير لحد ما تحقق الفن او المستوى الفني اللي انت عايزه دوت. طيب في نقطة تانية مهمة،
مش شرط تبقى كرياتيف من اول مره، مش شرط ان انت تكون مبدع بشكل رهيب من اول مره، لا بالعكس، انت اول مره هتبقى فاشل وهتبقى مش عارف تشتغل وهتبقى ضعيف جدا. ما تحاولش تضعف من الحته ديت، لان كل دروب بيبقى بعده نجاح، كل نزله بيبقى بعدها طلعه. فانت حاول باستمرار تبدا تشتغل وتبدا تجرب كتير ومارس وقلد، مفيش اي مشكله ان انت تقلد، بس ما يبقاش هو ده شغلك. يعني انت جرب الشغل ويقلد الشغل، مفيش اي مشكله، ده سر نجاحك، يعني هو ده اللي هيطورك. طيب، وعلشان اكد لكم على حاجه زي ديت او على مرحله التطور او حته ان انت في الاول بتبقى ضعيف، تعالوا اوريكم انا في الاول كان شغلي عامل ازاي، وتعالوا اكلمكم على ازاي اتطورت وازاي بنيت نفسي بسرعه. تعالوا نشوف مع بعض. طيب، دي برزنتيشن كنت عاملها بوريكو الحاجات اللي انا كنت شغال فيها في الاول. طبعا انا بالنسبه لي الجزء ده كله، يعني ده كده افتر وبفور. طبعا بالنسبه لي انا كنت باخد صوره عاديه، كانت صوره حقيقيه علشان اطبقها في الفوتو مانيبيليشن. طبعا كان بالنسبه لي ده اول مره اشتغل فوتو مانيبيليشن، كانت في الشركه الجديده وكنت بدات احاول ان انا اطور من نفسي فيها. طيب، اما جاي الحاجات ديت، طبعا كان بالنسبه لي عندي مشكله رهيبة في الكالرينج والإديتينج، وكان عندي ضعف جدا في التركيب بتاعي، حتى مستوى المية عندي مختلف زي ما انتوا شايفين، كانوا مبسطين لي الموضوع جدا بحيث ان انا اعرف اشتغل. طبعا هنا باين قوي ان انا كنت ضعيف، ودرجة الشمس والالوان، حتى العجلة نفسها وانا حطيتها محطوطة كانت مقصوصة وحش جدا، انا اخدت وقت كبير عشان اقص العجل، ما كنتش بعرف لسه اقص الكلام ده كله، وطبعا الكونترست ضعيف وكل حاجة. طيب، كمان لما تيجي تبص على الصورة اللي بعدها هتلاقي ان هنا الكونترست واضح، انما هنا انا ضيعت كل حاجة تقريبا، والرملة نفسها الدمج بينها وبين المية كان ضعيف. طيب، نفس الكلام هنا برضو. طبعا الكلام ده كان سنة 2015، وكنت شغال لسه على قدي وما كنتش بعرف اعمل الكلام ده كله. طيب، دلوقتي بعد الاستمرار في الشغل وبعد ما حققت نفسي ووصلت للمرحلة اللي انا فيها حاليا، بدأ شغلي يخش في مرحلة جديدة، وهي كان فيها ساعتها المانيبيوليشن، وبدأت انفذ الشغل بطريقة ارقى وانضف من الشغل اللي انا كنت بعمله قبل كده. طبعا اللي ساعدني في حاجة زي كده واللي خلاني اتطور المشاهدة كتير والاطلاع كتير على الناس الفنانة العبقرية اللي كان ليهم الفضل طبعا ان هم يوصلون لنا فيه. طيب، تعالوا نشوف بعد كده ايه الاحداث اللي حصلت. طيب، ده شكل كنت عامله سنة 2016. خد مني وقت كبير جدا ومجهود كبير، كنت ساعتها عايز اثبت نفسي في الفوتو مانيبيليشن، فحاولت ان انا اصمم حاجة تكون عبقرية شوية، كان فكرة دمج الانسان بالآلة. طيب، ده الشكل اللي انا كنت محققه سنة 2016. عشان بس نبقى عارفين، العمل دوت استغرق من الوقت تقريبا اكتر من بتاع اسبوع مثلا او حاجة، يعني خد وقت كبير جدا. طبعا لو يعني لخصناهم في عدد ايام كانوا 3 ايام تقريبا. وده الشكل اللي انا حققته سنة 2019 وانا بصوره لهوك. طبعا الفيجوال دوت كنت بعيده تاني كتصوير فيديو وكعمل. طبعا الماتيريالز كانت معمولة هنا اوريدي، بس انا حققتها هنا، والوقت المستغرق في العمل الفني ده خد معايا بالظبط بتاع ساعتين مثلا تصوير بالماتيريالز بتاعته. ممكن يكون مش زي ده بالظبط، ولكن في يعني واضح جدا الوقت والمجهود المستغرق في الحاجة دي عن الحاجة ديت. يعني انا دلوقتي انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن انت لما تتطور، انت مش بس هتتطور فكريا، او مش بس هتتطور في الكرياتيفيتي بتاعتك، لا، انت هتتطور في حتة مهمة جدا اللي هي السرعة، الاتقان، ان انت تبقى متقن للعمل بتاعك. بمعنى ايه؟ انت عملت شغل من 2015، اما جيت طبقت الشغل دوت في سنة 2019 مثلا، هتلاقي في فرق واضح في الوقت والمجهود والسرعة. طبعا انت استغرقت وقت في ان انت توصل للكرياتيفيتي بتاعت الديزاين، لكن في الاول في الاخر
انت هتلاقي نفسك سريع بمرور الوقت. طيب برضو كمان لو جيت بصيت للالوان او بصيت للتون اللي معمول، طبعا بدأت استوعب شوية درجة الالوان عن الاولاني الصراحة، فهتلاقي الدنيا بقت احسن شوية. كان في طبعا توزيع في الاضاءة هنا احسن من ديت، فعلشان كده حققت الاضاءة بشكل راقي شوية. طيب تعالوا نتكلم على حاجة تانية برضو. طيب ده عمل فني كان معمول من سنة 2017 تقريبا او سنة 2016. العمل دوت كان الايقاع فيه كان ضعيف شوية، والتداخل اللوني كان فيه ضعيف، وطريقة الكومبوزيت برضو كانت الى حد ما ضعيف. طيب الفيديو دوت انا جربت ان انا احققه تاني، الفيجوال دوت جربت ان انا اعمله تاني من اول وجديد، طبعا كنت بعمله علشان هوك. زي ما انتم شايفين هنا كان في مشاكل شوية في الالوان، وكان في النور بتاعي هنا كان فاقع شوية. طبعا الحاجات دي مش هتحسها غير بمرور الوقت. طيب اما جيت عملت المانيبوليشن دوت تاني، انا عملته هنا بنفس الشكل وبنفس الرصة وبنفس كل حاجة، لكن في مود تاني اختلف في التصميم. المود دوت ايه؟ هو حسك للتناغم اللوني في الطبيعة. يعني انا لما جيت دمجت الالوان هنا، الالوان كلها، كل الالوان اللي محطوطة تحس ان هي مدمجة، مش كل حاجة مفصولة. انت لما تيجي تبص على الاولاني هنا هتلاقي كل لون منفصل عن التاني. يعني انت عندك الدرجات الاسود قوي، عندك الجولد، عندك النور الشمس الفائع، عندك هنا تداخل لوني غريب. يعني في حاجات انا شخصيا لما بشوفها دلوقتي بحس انها ضعيفة. لما تيجي تبص لعمل هنا هو كله واخد من روح واحدة، كله واخد من نفس المود، كله واخد من نفس الالوان، وده شيء مهم جدا هتستوعبه مع مرور الوقت. طيب تعالوا نبص على حاجة تانية برضو. احنا اتكلمنا برضو على التناغم اللوني والكونترست والتباين والاضاءات والحاجات اللي كلها بتحقق لك ايه الفيجوال بتاعك. طيب انا دلوقتي برضو ده مثال، طبعا ده قبل وده بعد، ده سنة 2018 وده سنة 2019. طيب هنا في الالوان، في الوان كتير، في ازرق وفي درجات البنفسجي، في كذا لون محقق هنا شكل لطيف. طبعا ده بالنسبة لي حلوة وكل حاجة، بس اما جيت دورت ان انا اعمل فيجوال تاني، لقيت ان انا محتاج ان اخلي الالوان زي بعض. يعني ايه اخلي الالوان زي بعض؟ يعني انا اديتها نفس المود، نفس الروح. ما ينفعش ان يبقى فيه الوان دخيلة قوي. يعني ده حلو وكل حاجة وشكله لطيف، لكن اما تيجي تبص هنا على التداخل اللوني وعلاقة الالوان ببعضها هتلاقيها اقوى من هنا. عشان كده انا لما جيت عملت الفيجوال دوت تاني او جيت امثله تاني، حققت الالوان كلها بمعدل واحد. اوكي طيب طبعا في يعني تناغم وتناسق في الالوان جدا في الالوان الجديدة اللي اتعملت هنا. طيب خليني اكلمكم عن العمل دوت مثلا. طيب ده فيجوال كان معمول سنة 2018. لما بدأت اشتغل على الفيجوال دوت كان ممكن يكون لسه الافكار مش واضحة قدامي، لكن انا طلب مني بريف ان انا احقق حاجة جديدة واحقق حاجة دريمي شوية. طيب عشان احقق الحاجة الدريمي ديت انا عملت ايه؟ بدأت ادور، بدأت اطلع، بدأت اتفرج على حاجات كتير علشان اقدر اوصل لده، للشكل بتاعي اللي هو ده. طيب اما اتفرجت واطلعت اكتشفت ان انا ممكن اربط الطبيعة بالانسان. يعني انا ممكن اعمل تداخل بين الطبيعة والانسان، فقررت ان انا احقق حاجة زي كده بحيث ان انا ابين فيها انفعالات الانسان مع الطبيعة. طيب في حاجة تانية مهمة، اما تيجي تعمل فيجوال لو تلاحظ اي فيجوالز ناجحة دايما بيربط بين الطبيعة وبين الانسان، او الفيجوالز المبهرة قوي حتى الديجيتال ارت اي حاجة من الحاجات دي دايما هتلاقي بيربط بين الطبيعة والانسان. بس خلي بالك كل حاجة بنعملها او كل حاجة بنحققها سواء طبيعة وانسان وبنعمل علاقة بينهم بتبقى خيالية، فبالتالي معظم الناس ما بتستوعبهاش. يعني دلوقتي
هركز معاكم في حتة ديت. انت دلوقتي لما تيجي تعمل عمل فني عملت فيه خيال او عملت فيه فانتزي، طيب الخيال ده هو الطبيعي ان في ناس ما بتستوعبهوش، في ناس ما بتقراش الخيال دوت. لما يكون عارف ان ده خيال وان انت قصد بيه خيال ممكن يبدأ يستوعبه. اما نيجي نتكلم عن الخيال، هو الخيال حاجة برضو مستمدة من الطبيعة. يعني اما تيجي تبص في الافلام او تيجي تبص لاي احداث بتحصل، لما تيجي تركز في الانفيرومنت هتلاقي معظم الانفيرومنتس بتبقى برضو طبيعية. دايما الخيال بيكون صورة مختلفة للموجود. يعني انا مش خرجت عن حاجة غير المألوف خالص، لا بالعكس هو بيبقى مألوف وبفضل مركز فيه. طيب في ناس تانية بقى بتعمل حاجات بتبقى خيال وبتبوظ في الخيال نفسه او بتشوه في الخيال نفسه. طيب يبقى نرجع تاني لموضوعنا، ازاي اكون مصمم ناجح او ازاي اكون بعمل فوتو مانيبيوليشن. طيب علشان احقق ده لازم نراعي النقط الاولانية. اول نقطة، لازم تبقى عارف الادوات اللي انت بتشتغل بيها، لازم تبقى عارف ايه هو الفوتوشوب، او لو انت بتعمل فوتو مانيبيوليشن بالفوتوشوب ايه هو الفوتوشوب وايه هي الادوات اللي هستخدمها. دي اول نقطة، دي حاجة لازم تبقى عارفها، وإلا ما تفكرش ان انت تطلع على فيديوهات. لازم الاول تبقى عارف اول نقطة خالص اللي هي تبقى ملم بكل الادوات اللي بتشتغل بيها في البرنامج. طيب دي اول نقطة. تاني نقطة، ان انت تبدأ تدور وتطلع على اعمال الناس، وان انت تبدأ تتفرج وتغذي عينك. لازم تغذي عينك بالاعمال اللي حواليك علشان تقدر تحقق ايه الصورة الكاملة للعنصر اللي انت هتكونه. طيب تالت حاجة، علشان تبدأ ان انت تتطور لازم تبدأ تقلد، لازم تبدأ تطلع على اعمال وتبدأ تشوف حاجات كانت معمولة قبل كده، وتبدأ تشوف الناس اللي مستواها الفني فيه ابداع وتبدأ تقلدهم. انا مش بس مجرد ان انا شفت حاجة كده وخلاص بتفرج عليها وبنسى، لا بالعكس، انا شفت حاجة حلوة مفيش اي مشكلة ان انت تاخدها وتقلدها، مش ان انت تقلدها بشكل كامل، لا انت ممكن تدي فيها تغيير بسيط بحيث ان انت تضيف اللمسة بتاعتك. وفي الاول في الاخر هو كده ساعتها يبقى اسمه شغلك، لان انت قلدت بس بصورة جديدة. لكن لو انت قلدت نفس الواقع او نفس الشكل ده مش شغلك. الفكرة كلها هنا ان انت بتبدأ تحط نفسك على اول الطريق علشان تقدر توصل للكرياتيفيتي. طيب فيما بعد ذلك اللي هي رابع نقطة، اللي هي الابداع، ان انت تبدأ تطلع بكونسبت، ان انت تبدأ تطلع بفكرة، ان انت تبدأ تغير مستواك الفني لمرحلة الابداع. عشان توصل لمرحلة الابداع دي لازم تكون مريت بالحاجات اللي فاتت كلها. بعد كده المرحلة الخامسة، طبعا المرحلة الخامسة واللي هي الاخيرة، التخصص، ان انت تبدأ تتخصص في حاجة انت حبيبها، تبدأ تفكر ان هو ده البرنامج اللي ممكن تطلع منه بحاجات كتير. مش شرط ان انت تبقى عارف البرنامج دوت، لا انت ممكن تبقى عارف برامج كتير وكل حاجة، لكن في برنامج هتلاقي دايما عندك في نقطة قوة، القوة ديت هي اللي بتخليك تبدع اكتر. طيب في ناس هتبدأ تسأل، هتقول كل طبعا الكلام اللي انت قلته ده جميل، عايزين نبدأ نعرف ايه السر وراء نجاحك، او ايه السر وراء ان انت مستواك بقى كده. طيب هرد على السؤال دوت. السؤال دوت بخلاصة فكرته بتتلخص في الخبرة. يعني ايه؟ يعني الموضوع مش بس ان انت فنان او ان انت عندك الموهبة او ان انت مبدع او ان انت قوي جدا في المجال، لا الفكرة هنا في الخبرة. كل ما بيزيد المدة اللي انت بتشتغل بيها وبيزيد المجهود اللي انت بتبذله كل يوم، كل ما بتكتسب خبرة. انا كل يوم بتعلم طول جديدة، كل يوم بكتشف حاجة جديدة، فدي حاجة مهمة جدا لازم الناس تبقى واخدة بالها منها. لازم ما تبقاش حاطة في دماغها بس اللي هو انا في يوم وليلة هطلع كده هبقى جامد، لا بالعكس، انت هتبقى ضعيف في الاول وبعد كده هتبدأ تتطور. هتتطور امتى؟ لما يبقى عندك experience كفاية ان انت تحقق بيها اعمال جديدة. طيب ازاي بيجيلك القدرة ان انت تفكر او ان انت تبدع؟ حتة ان انت يجيلك قدرة ان انت تفكر او ان انت تبدع برضو بالاطلاع كتير،
ما ينفعش ان انا اكون مبدع وانا مش شايف الحواليا بيحصل ايه، مش شايف الناس دي بتشتغل ازاي، مش شايف بره بيشتغلوا ازاي. لا، لازم اكون شايف كل الاعمال تدريجيا لحد ما اوصل للكرياتيفيتي. يعني انا دلوقتي لو انا عندي صور وعندي شغل وعندي حاجات كتير معمولة قدامي وبتفرج عليها كل يوم، عقلي هيربط بينهم كلهم، يعني عقلي هيحققهم كلهم في الصورة واحدة. الصورة الواحدة ديت هي الكرياتيفيتي او هي المثالية اللي انا ببدأ احققها في فيجوال جديد. طيب ازاي اعرف الفوتو مانيبيوليشن الحلو من الفوتو مانيبيوليشن الوحش؟ طبعا الفوتو مانيبيوليشن الحلو لازم يكون محقق اسس وعناصر التصميم. ايه هي اسس وعناصر التصميم؟ اعتقد معظم الناس ممكن تبقى عارفاها. طيب عناصر التصميم هي النقطة والخط والشكل والملمس والفراغ، كذا حاجة من الحاجات ديت. طيب اما بالنسبة لاسس التصميم اللي هي الوحدة، الايقاع، الاتزان، التباين، البؤرة الذهبية، الحاجات دي كلها لازم تكون متوفرة في التصميم بتاعي عشان يبقى ساعتها اسمه فوتو مانيبيوليشن كويس. طيب يبقى انت لازم علشان تنبهر بفوتو مانيبيوليشن لازم اكون محقق لك كل الحاجات دي في التصميم ده. طيب التصميم دوت لو في عمق او تباين او اي حاجة من العناصر والاسس هتلاقي دايما التصميم دوت بيجذبك. طيب في نقطة تانية مهمة احب اوضحها للناس عن تجربتي الشخصية. انا حد بحب الجيمينج جدا وبحب اللعب كتير جدا، بس معظم الاهالي طبعا بيبقى عندهم مشكلة مع الاطفال الصغيرة او حد في الجامعة او حد في دراسة ان هو بيلعب كتير. طيب احب اوضح للناس ان موضوع اللعب الجيمينج بالذات من اكتر الحاجات اللي طورتني انا شخصيا. ليه؟ لان انا كنت بشوف environments وكنت بشوف حاجات كتير في اللعبة بتوضح لي الشخص دوت عملها ازاي، واستوعبت اكتر في فكرة الابداع عامة. طيب عشان ابقى مبدع انا كنت بلعب كتير وبتفرج على حاجات كتير في الجيمز، بالتالي كانت بتوصلني لمرحلة الابداع. فمش شرط ان يكون الجيم او مش شرط ان يكون حد بيلعب دي حاجة سلبية، لا، هي عمرها ما بتكون حاجة سلبية فقط، بالعكس هي ممكن تبقى في وقت من الاوقات حاجة ايجابية، وممكن في وقت من الاوقات يكون ابنك او بنتك بتشتغل في المجال دوت. طبعا واخر حاجة احب اوضحها للناس، لما تكون مش مبسوط قوي من شغلك وحاسس ان انت لسه ناقصك حاجات كتير، ابدأ اتفرج واتطلع ودور كتير قوي لحد ما توصل للمرحلة اللي تناسبك. ده اولا. ثانيا، حتى لو انت مش مبسوط من شغلك او انت متضايق من شغلك، تأكد ان انت ماشي في الطريق الصح، تأكد ان انت بالاسلوب ده هتنجح. ليه؟ لانك دايما هتفضل بتدور، وطول ما انت بتدور هتفضل دايما ناجح. طيب واخيرا وليس اخيرا، هوريكو فيجوال اللي هو المرحلة اللي انا فيها حاليا. طيب زي ما انتم شايفين دي المرحلة اللي انا شغال فيها حاليا as photo manipulation. وطبعا لو حابب توصل للمرحلة ديت او حابب توصل للشغل دوت، حاول تتابعني على القناة بتاعت هوك، وان شاء الله هتلاقي دايما حاجات جديدة وهتلاقي شغل مستمر وهتلاقي كواليتي افضل من الكواليتي ديت. زي ما قلت لكم طبعا خلاصة الحلقة كلها بتتكلم في الخبرة مع الوقت هتزود الكواليتي بتاعت الشغل بتاعك وهتعلمك اكتر ان انت تحقق الكرياتيفيتي في الفوتو مانيبيوليشن. وبكده يا جماعة اكون وصلت لاخر الحلقة. حابب ان انا اشوف كومنتاتكو، حابب اشوف ارائكو. طبعا لو حابين الموضوع وحاسين ان الكلام مفيد او حاسين ان الكلام افادكم انتوا شخصيا، طبعا ده يكون حاجة كويسة جدا، وان شاء الله هديكوا فيديوهات جديدة نتكلم فيها مع بعض عن ازاي تنمي نفسك اكتر بشكل تفصيلي في المجال الفوتو مانيبيوليشن. طبعا مش بس الفوتو مانيبيوليشن هو اللي انت المفروض تذاكره، ومش بس الفوتو مانيبيوليشن هو الحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تبقى شغال عليها، بالعكس في مجالات كتير قوي فنية جميلة جدا. حاول ان انت تبدأ تبدع، وحاول ان انت تبدأ تختلق حاجات جديدة اللي بيها تحقق الشغل اللي يناسبك. وبكده نكون وصلنا لاخر الحلقة. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من هوك. شكرا ليكم.